انتهت مباراة الأهلي والزمالك من لحظات بنتيجة 5-3. 5-3 طبعا زي ما انا قلت الشوط الاولاني، انا روحت بعد الشوط الاولاني اللي خلص بنتيجة 3-0 في يوم لعبت الزمالك فيه حضروا في اخر 10 دقايق. لعبت الزمالك حضروا في اخر 10 دقايق. طبعا عندي رسالتين عايز اقولهم. الرسالة الاولانية اللي كان مستني النتيجة تخلص 6-1، معلش معلش انساها انساها. واللي كان مستني النتيجة توصل 7 و8 والكلام من ده، معلش برضو الكلام دوت مش هيعفي ان احنا النهاردة شفنا على مدار 80 دقيقة اشباه لاعبين كل اللي بيحملوه لنادي الزمالك هو عبارة عن تيشيرت زائد لوجو، تيشيرت زائد لوجو. قدام لاعبة النادي الاهلي اللي النهاردة كنت بشوف النادي الاهلي فرع لندن، النادي الاهلي الاسباني، النادي الاهلي الانجليزي، النادي الاهلي الالماني، ولعبة نادي الزمالك بدون اي مبرر كانت نازلة مرعوشة، نازلة خايفة ومرعوبة. ليه ما تسألش؟ انا النهاردة ما زلت عند رأيي واحساسي ومتأكد منه بدليل لما لعبة نادي الزمالك فكرت انها تحسن النتيجة قدرت وجابت 3 اهداف في شباك النادي الاهلي بمزاجها. واي نعم ال5 اهداف اللي داخلين في نادي الزمالك منهم ركلتين جزاء، ولكن في الاول وفي الاخر ويه 3 ضربات جزاء اتعادت تاني، تخش وتتعاد وبتاع. ورغم كل الكلام ده بقول احنا النهارده لعبتنا احنا طبعا كجمهور برقة من اللي احنا شفناه على مدار 80 دقيقه فضيحه كرويه. 80 دقيقه الزمالك ما كانش موجود وما حضرش، اللي كان موجود في الملعب هي عباره عن تيشرتات. وانا اسف ان من خلال هذا اللايف هيكون في مصارحه ودش ساخن للعبه نادي الزمالك بالكامل بالكامل. الحمد لله اولا النتيجة 5-3 أحسن من 6 وأحسن من 7 زي ما كان يتمناها البعض. فرق جونين في الأول وفي الآخر، هو فرق هدفين داخل في مرمانا 5 أهداف. وهنا بقى السؤال اللي احنا هنقوله، وهو ده هنا المواجهة اللي احنا هنقولها لمحمد أبو جبل والعمر السعيد ولكل لاعب كان متواجد النهاردة في الملعب ولرحيل جنش ولإيقاف شيكابالا والأشياء كتير جدا بنشوفها النهاردة عبارة عن فضيحة لمدة 80 دقيقة. والحمد لله ان الفضيحه ما استمرتش لل 90 دقيقه كاملين. كنا النهارده شفنا نتيجه تاريخيه، مباراه فيها 8 اهداف. الاهلي كان بيلعب وان سايد جيم لحد الدقيقه 80، كان بيلعب لوحده. كان بيلعب لوحده، احنا مقتنعين ان الاهلي كان بيلعب لوحده، ولكن كان بيلعب لوحده لان معانا مجموعه من اللعيبه كانت واصله لمرحله من الغرور وفاكره ان هم نجوم العالم. زائد ان الغرور ده بسبب او يعني سبب مفهوم او غير مفهوم بيفش قدام النادي الاهلي بشكل غير طبيعي وبدون مبرر. اللعيبه تنزل قدام الاهلي وكان الاهلي دوت جاي حالا من الدوري الاسباني محمل ومدجج بالنجوم. النادي الاهلي اللي خسران السوبر من طلائع الجيش واللي فقد الدوري الموسم الماضي بعد تعادلات وخسائر من فرق كل الاحترام والتقدير ليها متواضعه، مازال في 2022 بعض لعيبة الزمالك بتترعش وبتخاف قدام النادي الاهلي بدون مبرر. اصغر مشجع من الزمالك ينزل يلعب الماتش دوت يلعبه بروح وما يخافش. يعني ايه لعيب يخاف؟ ايه في الكورة اسمه خوف؟ ويبقى خوف ازاي واسمه ديربي؟ يبقى خوف ازاي وهو ده اسمه ديربي؟ ديربي دوت يعني انا زي زيك، يعني انا شايف نفسي احسن منك. ولحد امتى اللعبة دي مش ناوية تنتصر لنفسها لاسمها لكرامتها؟ وهي لحد دلوقتي ملعبة موسيماني 4 لقاءات مع النادي الاهلي ما كسبوش ماتش واحد يوحد ربنا، ما كسبوش ماتش واحد يوحد ربنا. في افريقيا نهائي رايح، في الدوري تعادل وهزيمة، والنهاردة مع بداية الموسم هزيمة. اللعبة دي هتصقر لنفسها قدام موسيماني وقدام الاهلي ازاي؟ واحنا هنفضل مقيمين موسيماني انه مدرب على الله ومتواضع، ولكن لما يجي لعبنا احنا نلاقيه انه عمال بيكسبنا رايح جاي وبيتسلى علينا هنيجي نقول ازاي انه هو متواضع؟ هو متواضع ولكن احنا اللي مدينه الفرصه. ولعبة الزمالك مش مصدقه ان لعبة النادي الاهلي اقل منهم فنيا. لما خافوا في اخر 10 دقائق من الفضيحه ولعبة الزمالك بدأت تحس بخوف ويجي يقول لك يا عم هنخسر 10
والله الماتش كان يوصل للنتائج دي. انا زملكاوي بقول لك كان يوصل للنتائج دي، كان ممكن يوصل 10 يعمل 12. ما هو لعيبه ايه كل الطرق تؤدي للمرمى بتاعنا، الدنيا سالكه، الدنيا سالكه والدنيا كانت مفتوحه. ولكن لما قالوا في مره الواحده لنفسيهم واتكلموا مع بعض وقالوا ربنا يسترها يا رجاله تعالى نتجمع لان هيتحط علينا حطه وهنخسر 10 ولا 12، تعالوا نلعب ونجرب. لما لعبوا وجربوا وغاروا وعرقين نفضوا في وشهم، جابوا بدل الجون وعدلوا النتيجه بدل الجون 2 وجابوا 3 اهداف في الشوط الثاني وفقوا لنفسيهم. نتيجه الشوط الثاني لوحدها 3-2 للزمالك، نتيجه الشوط الثاني 3-2 للزمالك بعد شوط الفضيحه الشوط الاول، هو ده اللي صعب النتيجه على الزمالك الشوط الثاني، ان نتيجه الشوط الثاني 3-2 للزمالك، الزمالك فايز. ولكن نتيجة الشوط الأولاني اللي الزمالك كان فيها نازل مرعوش. أنا زملكاوي بقول الكلام ده ومش هطبطب على لاعب بيقف قدام الديربي وبيقف قدام الخصم اللي قدامه نازل خايف، مش هطبطب على حد. أه بعد النتيجة ما اتحسنت وأنا عارف النتيجة هتتحسن لأني متأكد إنهم عندهم إمكانيات، بس هم نفسهم مش مصدقينها، هم نفسهم مش مصدقينها. لك ان تتخيل ان اكرم توفيق، كل الاحترام والتقدير لاي اسم موجود في النادي الاهلي، ولكن اكرم توفيق يوقف اشرف بن شرقي وحمدي فتحي يتفوق على طارق حامد ويبقى اداؤه احسن، محمد شريف اللاعب الصغار في السن اللي قاعد بديل يجيب اهداف عكس زاويه محمد ابو جبل، وعمرو السليه يعمل كره بالرجل العكسيه، الكلام ده كله ده العادي بتاع الاهلي، ولا علشان لعيبه الاهلي مصدقه ان لعيبه الزمالك منكسره نفسيا بدون سبب؟ انا ما اعرفش ايه السبب، مرعوبين ليه من الاهلي؟ بابا بيعض، ما انا عايز تفسير، انا عايز تفسير، تترعبوا ليه؟ ايه اللي بيخوف في النادي الاهلي؟ لعيبه تنزل تعض؟ عندهم لويس سواريز مثلا بيعض كتاف اللعيبه؟ ولا ايه القصه اللي بتحصل بالظبط؟ احنا عايزين نعرف. خوف غير مبرر تماما. محمد ابو جبل لما قعد يصارع علشان ياخد التشكيل الاساسي عندنا في الزمالك، خد التشكيل الاساسي وبقى هو الحارس الاساسي، يدخل فيه في ماتش واحد 5 اهداف، وايه 5 اهداف منهم الثلاثه بتاعت الشوط الاولاني كلهم يضحكوا، كلهم يضحكوا. كره معموله بتاعت عمرو السليه ديت المعموله بالعكسيه وجايب الطب قدامك وانت شايفها ويدوب طراطيف صوابع الصابع الصغير لمحمد شريف بيلمسها، انت مش بص على الكره اصلا، انت مرمي وزي ما تيجي، ما يعملهاش حارس لسه بيلعب يعني حارس ثانويه عامه، مش هقول لك مقيد في نادي من العيال اللي هو الشباب الصغير اللي بيجيب جوانتات ويصد في الشارع، ده ما يترميش الرميه دي اصلا، اللي بيشتري جوانت ويحط طوبتين ويقف يصد ما يترميش الرميه دي، مفيش حارس كبير يترمي الرميه دي ابدا على كوره ملهاش اصلا غير انها تشوط كده. لاعب طالع واخر طراطيف رجله باين ان هو هيلمسها برجله، باين او ما هيلمسها بدماغه، ما هو كل جسمه ورا، يبقى هيلمسها اكيد برجله، يبقى انت تبص على الكوره مش تبص على رجله، تبص على الكوره رايحه فين. لكن انت بتترمي ويا رب تيجي فيا. والجون الاولاني اللي يضحك ده قدر ولطف وخبطت في حد وبعدين خبطت في العارضه برضه مش شايف، محمد ابو جبل مش بص على الكوره اصلا، تقوم خبطه في صدره وداخله جون. 3 اهداف وضربه الجزاء اللي حمزه المسلوس النهارده لبسنا ضربتين جزاء، كان ماتش النهارده طلع 3-3، ضربتين جزاء ما لهمش اي معنى، بيقطموا على العكسيه بيحط ايده قوم شد الكره الثانيه بدل ما يخش شوط الكوره قام شاط صدر اللاعب، قال لي ضربتين الجزاء اللي خلوا نتيجة 5 زي 3 جوان يسأل عنهم محمد أبو جبل. سيبك من مدحت شلبي إن هو كان بيقول لا يسأل عنهم أبو جبل، لا يسأل عنهم أبو جبل، وقبل ما يسأل عنهم أبو جبل يسأل عنهم كارترون اللي قاعد بره مش عارف يفوق اللعيبة، ويسأل عنهم اللعيبة اللي مش قادرة تكسر الحاجز النفسي قدام النادي الأهلي، ويسأل عنهم كل لاعب بيلبس تيشيرت الزمالك ما عندوش غيرة إنه يحسن أرقام كتير جدا بايظة. إيه الأرقام اللي بايظة؟ نتائج ماتشات 46 فوز للنادي الاهلي، دي الماتشات اللي بيننا ومن بعض، 46 فوز للنادي الاهلي مقابل 45 فوز تقريبا للنادي الاهلي، لا 46 فوز للنادي الاهلي مقابل احنا كام؟ 27 فوز. النهارده بقى 47 فوز قدام 26،
طيب انا بسأل سؤال، اللعيبه دي مش بتصور لنفسها بالارقام ديت ان فرق 20 ماتش، فرق 20 ماتش للخصم في المواجهات المباشره، مفيش حد بيجيب لهم الورقه كده ويجي يقول لهم عايزين نحسن الارقام دي؟ اصل اسمه ديربي، اسمه ديربي، مش هطبطب على لاعب من الزمالك لان الكلام دوت لازم يوصل لكل لاعب. النهارده اللي انتوا عملتوه ده انتوا ما جيتوش، ده اسمه ديربي، فرق 20 ماتش، تبقى نازل قدامك 10 15 ماتش كده عايز تعدل فيهم السكواد اللي بايظ ده والارقام اللي بايظه دي. يبقى انت اول حاجه لازم تسأر للوجو بتاعك، لاسمك، لجمهورك، دي اول حاجه. تاني حاجه تسأر لنفسك انك لعبت المدرب ده، ده الماتش الرابع وما كسبتوش ولا ماتش، ساحر يعني؟ هو ساحر؟ انا عايز افهم يعني مدرب لا يقهر ده؟ الناس كله حتى الاهلاويه مش مقتنعين بيه. والاسماء اللي موجوده، هل في اسماء لعيبه النادي الاهلي كلها جايه من الدوري الانجليزي؟ كلهم اسبان وانجليز، كلهم لعيبه جايه من محترفين في الدورات الاوروبيه؟ يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده. ما هو الاهلي بينزل قدام بايرن ميونخ بيلعب عليهم لمسه واحده، بيلعب عليهم واحد في النص، يعني في الاخر كلها مهارات وامكانيات لعيبه. الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. احسن نتيجه في اليوم المشؤوم ده، احسن نتيجه مش هنلاقي احسن من كده، هو ده الملخص، انه قدر ولطف، قدر ولطف، ربنا قدر ولطف بكل مشجعين الزمالك على لعيبه ما جاتش النهارده. رساله بقى عايز اقولها بقفل اللايف، مش معنى ان الاهلي كسبني النهارده ان الدوري راح. الموسم اللي فات انا ما كسبتش الاهلي وخدت الدوري، وانا بقول رب ضرته النافعه، يمكن الهزيمه دي في التوقيت ده تفوق، اتمنى انها تفوقهم، يمكن يكون قرصه ود عشان يركزوا في البطولات الجايه كلها، يمكن يتغيروا، يمكن يصوروا في افريقيا، يمكن تفوقهم تعرفهم ان هم يعني كفايه. اللي مغرور على الفاضي يعرف امكانياته النهارده من لعيبه الزمالك، اللي منفوش يفش النهارده، اللي منفوش على الفاضي من لعيبه الزمالك يعرف امكانياته، يشوف نفسه النهارده قد ايه كان شوربه، قد ايه النهارده لعيبه الاهلي كانت بتعمل اللي هي عايزاه، قد ايه لعيبه. ودايما اللي بيقولوا في الكوره الروح بتغلب الفنيات، الروح بتغلب الفنيات، زي ما قلنا ان رحيل جنش عن الزمالك كان جريمه لانه كان عنده روح وكان يقف بره يحمس في اللعيبه، نفس دور شيكابالا، الروح بتغلب الفنيات، واللي عند الاهلي والله ما فنيات، روح. الجمله اللي بيقعدوا يقولوها روح الفانله الحمراء دي الروح المفقوده، عندنا فنيات لكن اللعيبه بتنام في الملعب. حد يقول النهارده مين كان القائد اللي بيزعق في لعيبه الزمالك؟ مين القائد؟ مين النهارده اللي كان بيوجه لعيبتنا؟ مين اللي كان يزعق لهم في الملعب؟ كان بيقوم بالدور ده شيكابالا وجنش. شيكابالا وجنش مش موجودين، مين اللي حاول يحل المساله ديت؟ مين حاول يفوق اللعيبه ويقول لهم فوقوا لنفسيكوا؟ النتيجه خمسه. مين؟ مين بعد ما تلاقينا ثلاث اهداف في الشوط الاولاني مش عارفين نرجع ومش عارفين نعمل رد فعل؟ مين اللي كان يكلم اوباما ويقول له شوط؟ ابوس ايدك شوط. اللعيبه بتيجي قدام الجون وكانت رجلها بتتشل الشوط الاولاني، يقفوا قدام الجون مش عارفين يشوطوا. مفيش محاولات، مفيش شوطه، في فقدان للثقه، اللي هو في احساس انا هشوط على محمد الشناوي هيصدها. يا عم يا عم طب جرب يا عم، يا عم جرب وربك يسهلها. هو في بني ادم في الدنيا من اي لعيب في الكوره في العالم يبقى شايط الكوره ومتاكد انها جون؟ ما جرب. محمد الشريف لما كان الكوره اللي معمول له عرضيه ديت وهو كان بيلعبها كان متاكد انها جون؟ ما هو كان بيجرب. احنا ليه ما بنجربش؟ ليه ما بنشوطش؟ هو ده اللي انا بقول عليه بقى، فقدان الثقه، اللي انا مش واثق ان الشوط دي هتيجي جون، ان انا مش واثق ان انا هجيب جون في محمد الشناوي، ان انا مش واثق ان هعدي من معلول. ليه بقى ان شاء الله؟ دول لعيبه جايه من المريخ. اظن 10 دقايق الاخر لعيبه الزمالك فوقتهم وعرفتهم لعيبه الاهلي مش خارقه، بس بعد ايه؟ بعد فوت الاوان وارقام تاريخيه عمال بيحققها موسيماني على قفانا احنا. على قفانا. ارقام تاريخيه عمال بيحققها. كسبك بنتيجه كبيره والحمد لله انها قربت يعني 5-3. ما كسبتوش ولا ماتش، ارقام عمال يحققها. هو اسمه ديربي. يعني انت لعبته 3 ديربي في الدوري ما كسبتوش ولا ماتش فيهم، خسران افريقيا منه، بيحقق ارقام عليك. بيحقق ارقام عليك، ولما شاطر في الاخر اتحسبت واتكتبت له بقى، واستمرار النهارده موسيماني بسببك انت، زي استمراره من اول الموسم اللي فات كان بسببنا احنا برضو، احنا اللي خليناه قاعد في الاهلي لما خسرنا نهائي افريقيا
احنا اللي اديناهوله. والله قبل ما اقفل اللايف نفسي اسال سؤال واحد واواجه كل لاعب من الزمالك واجي اقول له بتترعش ليه قدام النادي الاهلي؟ بتترعشوا ليه؟ خايفين من ايه؟ نفسي اجيب كل لاعب واكلمه لوحده واجي اقول له ايه اللي يخوف في اسماء النادي الاهلي؟ وانت اصلا مفروض اسمك اكبر في افريقيا عنه. بكل الاسماء لو جبت لي عملت لي مقارنه من كل لاعب هتلاقي لعيبه الزمالك احسن. اذا كان مثلا ممكن يكون في تقارب في بعض المراكز، لكن مفيش مركز مثلا اللي هو لعيب سوبر سوبر ستار واللعيبه اللي عندنا نونا. يعني لو احنا مش معديين متساويين. ايه الرعشه دي؟ في ايه؟ نكدتوا علينا النهارده وزعلتونا. ودرس ان كل لاعب في الزمالك يفوق لنفسه. ابو جبل يفوق، عمر السعيد يفوق، كل لاعب، ابو بن شرقي يفوق، شوف بقى عايز يجدد ولا ما يجددش، كل لاعب يعرف حجمه النهارده ويعرف وضعه فين ويعرف بقى ان احنا هنستنى ماتش تاني للنادي الاهلي ويا عالم هتبقى فيه رد فعل ولا لا. النهارده انتوا صدمتونا فيكم. والقدر ما كانش رحيم بكم انتوا، كان رحيم بجمهور الزمالك، النتيجه تطلع 5-3. هارد لك لجمهور الزمالك وهيفضل نادي الزمالك كبير، اللعيبه بتمشي وتروح، كان هو اللي باقي. كيان هو اللي بيبقى، وعمرنا في حياتنا النتائج ما تأثر على تشجيعنا للنادي، لأن احنا بنحب النادي نفسه مش لعيبة. اللعيبة بتيجي وتروح، الرؤساء بتيجي وتروح، لكن الكيان باقي واسم الزمالك هيفضل كبير بغصب عن أي حد. وهنفضل بنعشقه. تحياتي لحضراتكم، مش عايز جمهور الزمالك يزعل. اللي حصل ده ليس في الإمكان أفضل مما كان. النتيجة اللي حصلت دي صدقني مزعلة ناس كتير رغم إن الزمالك خسران، لأنه كان عايزينه يتكسر خالص. 5-3 مش وحشة في ظل الظروف دي. اشوفكم على خير، هارد لك لنادي الزمالك، سلام عليكم.